الحقيقة الحكومات مهتمة جدا، وحكومة جمهورية مصر العربية مهتمة جدا بالحفاظ على حرية المواطنين في الاطلاع على كافة مواقع الإنترنت، وفي نفس الوقت مطلعة ومهتمة بحماية المواطن من البيانات الخاطئة ومن الأخبار المشبوهة والمواقع التي تروج لأخبار مزيفة لزعزعة الاستقرار وهز الأمن القومي. لابد من تحقيق توازن بين حرية المواطن في تداول البيانات والاطلاع عليها، وبين الحفاظ على خصوصيته وحمايته من البيانات الخاطئة والمزيفة. بلا شك هي تكنولوجيا مخلخلة لكل النظم التجارية والتشريعية التي سبقت هذه التكنولوجيا. الآن العالم بالفعل تحول إلى قرية صغيرة بفعل التكنولوجيات، لا سيما التكنولوجيات الحديثة مثل سلسلة الكتل، البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وغيرها. بالفعل العالم تغير من حيث طريقة التجارة، من حيث طريقة التواصل، سواء التواصل الاجتماعي أو التواصل في مجالات العمل. كل أنظمة العمل وكل أنظمة التجارة والاقتصاد والتداول تطورت وتغيرت بشكل كلي مع استخدام التكنولوجيا. الاعتماد على الذكاء الصناعي ليس خيارا ولكنه أمر حتمي. لابد لأي حكومة تقدر أهمية التكنولوجيا وتسعى لاستخدامها لمصلحة شعبها أن تعتمد بشكل كبير على الذكاء الصناعي.